بدأ يذكر. تفضل. طبعا الورق اللي قدامكم ده يعني كان في مؤتمر احنا عملناه ورفع في اسطنبول السنه اللي فاتت في شهر ديسمبر 6/12 وكان في قبل كده واحد في اغسطس على شعب التعليم في سوريا وخرجنا فيه بعض التوصيات موجوده قدامكم. فانا عايزين نربط من خلال تصرف الاطفال وعدم قدرتهم على التعليم وعدم قدرتنا على استيعابهم اللي هو اهتمام بالتعليم الحرفي والمواهبي هو بالاكتشاف المواهب في سن مبكر. كان في مرحلة لن نستطيع أن نعلم الأطفال كما يجب أن نعلمهم، فلابد أن المرحلة دي، عشان كده ذكرت قبل كده إحنا كيف أجدادنا وأجداد أجدادنا بنوا المجتمع وبنوا الدولة وبعدين وبعد كده بنوا الجامعات والمعاهد وكذا وكذا وكذا، بدأوا كعمال عاديين. أهم حرفة كانت في الكويت مثلا الغطاصين طالوله، صح؟ وأهم حرفة كانت في البحرين اللي هم التجار اللي هم المركبية اللي بيروحوا الهند ويجيبوا التجارة، عشان كده تلاقي كتير جدا من إخواننا في البحرين بيتكلموا أردو والإمارات أردو وليهم أصول هندية وأصول كذا وكذا وكذا. مش عيب في مرحلة من مراحل معينة احنا مش عايزين نضيع الأطفال والشباب، عايزين نحافظ على ما نستطيع أن نحافظ عليه فيهم. فهنا كيف نكتشف المواهب وكيف نحول هؤلاء الأطفال إلى مجتمع حرفي نستطيع أن نستفيد به. بعد كده في بعض الحاجات دي أكيد كلكم عارفينها، كلكم عارفين الحاجات دي، يعني أنا مش بس الذكر للذكر، يعني الواحد بيبتدي يشوف اللي حصل قبل كده ايه، عشان ايه يعني، وليس عيب ان الانسان يرجع. حتى في كان في كلمه مش عارف قالها توني بلير ولا مين، باك تو بيزكس، الرجوع اللي هو الاساس، حاجه بسيطه جدا، باك تو بيزكس. واخد بالك؟ مش عيب، مش حرام الواحد بينسى، واخد بالك؟ لكن في مرحلة معينة ارجع وشوف الأصول كان شكلها ايه. اتفضل. دي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي عايزكم انتوا تبصوا لها، ان الهدف وايجابيات العمل من خلال اللي هو بنسميها ساندويتش كورسز. ده مش معنى كده انك بتربط التعليم التاني، لا، يكون متوازيين، عشان ما فيش بتاع، ما فيش واحد يكون فكرته حكر وهي الممتازه وتقول لا 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 عايز يمشي في المسار ده يمشي، لا عايز يمشي في المسار ده يمشي. المهم اننا ننقذ ما نستطيع انقاذه من الاطفال، سواء كان بالتعليم العادي نتكلم عنه. كان في احد الشباب بيقول لي امبارح ان في مجموعه موجوده هنا عايزه تدمج كل سنتين في سنه. حصل انا ما اعرفش من مدى امكانيه حاجه زي كده، ده في الظرف الطبيعي. الظرف الطبيعي انا اول مره اتعرض لمثل هذه الدمج سنتين في سنه دي وانا في ابتدائي، يعني من سنه كام؟ 99. كنت بقى صغير ازاي؟ في الخمسينات. فكان في الظرف الطبيعي الطفل صعب عليه ان ياخد منهجين في سنه واحده. وقعد في وسط امه وابوه في استقرار وكذا وكذا. لكن ده قد يكون في دولة ثانية دمج سنتين في سنة، يعني مش مشكلة فيها. الأمر لكم في النقاش، وأنتم أخبر الناس بقدراتكم البشرية، قدراتكم المادية، قدراتكم الذهنية، وفي نفس الوقت بحاجة المجتمع نفسه. يعني مفيش حد هيجي يقدر لك من بره. أنا أصحاب القضية ممكن نضع الحلول، أمن على الطرق. بناء على ما عندنا من مشاكل وامكانيات. تفضل. الامر لكم ولكن. ده انت تتكلم بقى تحط الحلول، يعني شوف انا شخصيا كل اللي بعمله ها ان انا مسحراتي، مش تفهم ان انا مسحراتي امبارح؟ يعني في اسطنبول يعني انا بقالي 3 سنين بشتغل مسحراتي، عاجبني الدور ده قوي. لكن انا ما اعرفش اعمل منهج تعليمي.
ما اعرفش ادرب مدرس، ما اعرفش ادرس، دي مش شغلتي. فهنا بقى اساله اهل الذكر، ادوا اهل الذكر، يقول لي موافقين، ما ينفعش موافقين، وانت ما تقولها في حته ثانيه ولا مؤاخذه، هاي تقولها في قبه برلمان الاسد. يعني ما تتكلمش سياسه. اتفضل. اللي رفع ايده هنا الاول اخونا، وبعد حضرتك، بس علي صوتك عشان التلفزيون البي بي سي معانا. لا انا مقاطع البي بي سي. طب تلفزيون السي سي سي. السي سي لا السي سي سي السي سي هذه حشره. يا طب تلفزيون ال فوكس نيوز لازم تخش في حاجه على حياتك اللي عجبت. شوف 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 طريقه تربيته. انا قلت كلمه هنقلب عليها على طول. يا ابني اخرج من 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 هيكل المخ يا سيدي. والله انا خارج بس. طب يلا جزاكم الله خير استاذنا. هلا حقيقه بالنسبه للتعليم السوري في يعني عدة نقاط وجدت من خلال عملي فيه وبعض الزملاء كانوا معنا في هالمشاريع. رقم واحد حقيقة موضوع الحدية كان يعني ايه حدية؟ تمام. فنصب الحدية انه تبع في راس الحمداني، لا الصدر دون العالمين او القبر. يعني يا اما تعليم منتظم متكامل 100% يا اما البديل الصفر. فللاسف كان في ضعف في المرونة، والى الان تتحسن هاي الاشياء لكن ما يزال ضعف في المرونة انه كارثتنا الحالية ليست عادية في الحلول التي تحتاج أيضا تحتاج حلول. كارثة أكبر من تفكيرنا. صحيح. وأكبر من إمكانياتنا وأكبر من رؤيتنا. لأن الوطن مش حارة والوطن مش فصيل. لا هو حارة ولا هو فصيل ولا هو جماعة ولا هو حزب. الوطن كل ده وزيادة. السنة الماضية بالصيف الماضي في تجربة عملناها بعتاب بمعرفة هنسمونها كنا بمدرسة خاصة للأيتام. فعندنا تسرب تعليمي كبير، يعني طالب عمره 10 سنوات بينما عمره العلمي 8 سنوات، فاتته سنة أو سنتين. فكان عندنا تجربة حوالي 85 طالب وعطيناهم منهاج دراسي مختصر بمعرفة الأساتذة اختصرناه وقدمناه بثلاث أشهر. من أصل 85 طالب نجح 65 طالب. وكان الحمد لله سبق نجاح جيد. حتى المتفوق وإن تفوق. تماما. الفكره الان في مؤسسه تنكري في عندنا خطه حمله اسمها ابجديتنا. حمله ابجديتنا تمام. نتوجه فيها لمنطقه جغرافيه بمعهد مكون من 10 شعب صفيه. 10 شعب صفيه تمام. شعبتين للاميين اللي هن فوق 15 سنه، وثلاث شعب رياض اطفال اللي هن 5 6 سنوات، والشعب الخمسه الباقيين اللي هن متسربين عن المدرسه ما يتاح لهم. المنهج اللي يقدم مده 4 اشهر، منهاج مؤلف من خبرات سورية مختصر من الكتاب المدرسي، وتم التوافق عليه وزارة التربية الحرة، ونحن تولينا طباعته ونقيم هذا. يعني أنت بتدي لهذا ساندويتش كورسز إسعاف تعليمي. إسعاف تعليمي جزاك الله خير. حقيقة كمان هي كانت تجربة جيدة ومرنة ضمن الظروف الموجودة حاليا. السنة الماضية كان عندنا تجربة بعنتاب، هون افتتحنا 18 مدرسة في مناطق الضواحي. مناطق الضواحي بعنتاب فيها كثافة تركية فقيرة. فالمدارس الموجودة فيها مشغولة صباحا ومساء بالطلاب الأتراك، فلا يمكن أن نحول السوريين. بينما بالاستراحة الصيفية حوالي شهرين ونص قدرنا نستحصل إذن ب 18 مدرسة وفيها كثافة سورية فقيرة. وكمان الحمد لله كان حوالي 3400 طالب أخذوا قراءة وكتابة محو 100 صغار. طب الطلبة دول خارج الأجازة الصيفية بتعمل لهم إيه؟ تماما. بصراحة الآن يعني عندي ملعب، نحن عارفين ملعبنا، ملعبنا ما هو الكبير كثير كمان ما هو ضيق كثير. فضمن الملعب نحن عم نشتغل. يعني مثلا لا استطيع الان ان اقفل مدرسه متكامله لانه بدها ميزانيات كبيره، لكن استطيع انه اقدم دورات محو اميه ودورات دعم دراسي. حاليا الان في نادي ايضا ابجديه هنا الان يقام في مركز مؤسستنا فيه 200 طفل. هدول 200 طفل بعضهم متسرب عن التعليم نهائيا والبعض في المدرسه لكن عنده ضعف تعليمي شديد. فهدول بنقدم لهم ايضا احنا خدمه تعليميه خلال شهرين صيفيات. عم نخطط ان شاء الله للشتاء انه ممكن نعمل برنامج داعم مو مدرسه متكامله. دي تجربه جمعيه واحده. مؤسستنا تمام. لكن فيها تشاركيه كثير مع المجتمع المحلي. في مشكله بس. اذا بتتكلم عن تجربه جمعيه واحده استطاعت انها تحل جزئي مشكلة مثلا 1000 طالب، 2000 طالب، 3000 طالب، 500 طالب الى اخره. حوالي 15000. وبالك فمن خلال الدورات التدريبية أو التأهيلية الى اخره. هل ده يكون كافي؟
عفوا هل ده يكون كافي؟ اه لا اكيد. نبص على ال 2 3 مليون السوريين دول ونبص على الشباب اللي احنا مش قادرين نجيبهم. انت قلت مصر بتتكلم عن غزه عتاب وحلب بيتحرك وحلب او غير حلب او في الداخل او الى اخره. فبنتكلم عن الاطفال دول اللي اصبحوا دلوقتي 4 سنين أو 5 سنين دلوقتي ما دخلوش مدرسه. اذا كانوا هنا هو او في الداخل هنعمل لهم ايه؟ ودي معضله كبيره. انت عايز تتكلم؟ انا لن اتكلم عن مؤسستي بشكل مفصل، لكن احنا كتخصص لدينا تعليم تدريب اللي هو تاهيل المعلمين. تاهيل المعلمين ده حاجه ثانيه جانب ثاني. وموضوع التوجيه التخصص للمعلمين ايضا نشتغل على ترميم الضعف التعليمي والاساسيات التعليم. لكن ما نحتاجه احنا بالفعل من وجهه نظري انه حضرنا كثير هيك ورش اللي هي مجموعه من المؤسسات تقعد تشوف ايش مشاكل التعليم وتطرح حلول وتطلع مخرجات وتوصيات ونحطها كورق من هاي وبتروح للمنظمة اللي الداعمة اللي هي دعت لهذه اللجنة. نرجع بعد سنة نفس الشيء في جهة ثانية وهكذا. وآخر واحدة حضرناها هي تبعت القمة المؤتمر اللي عملته مؤتمر الإنساني السنة الماضية. والحمد لله كان في يعني منظمات كبيرة وكان في جهد كبير وطلع مخرجات حلوة. لكن على الواقع ممكن أنا كمنظمة أخذتها اشتغلت عليها منظمة ثانية اشتغلت عليها، لكن نحتاج إنه يتعمم هذا الأمر على الجميع. إحنا نحتاج مخرجات، عندنا مخرجات موجودة. وعندنا حلول موجودة ممكن نختار حل حلول نشتغل. طيب بس أنا بس حطرح قبل ما ننتهي من النقطة دي، عندنا نقطة مهمة جدا إن إحنا كجامعة 5 أو 10 أو 15 جمعيات شغالين في التعليم دي ما نعملناش إحنا مشروع مشترك. بقى سيبك بقى من الجمعية المانحة اللي جاية وتقول لك أنا هجيب لك مش عارف ألف ولا به ولا ليه. أنا شخصيا مش أنتوا هنا في جمعيات موجودة سواء كان في هنا أو بره أو لما نقعدش إحنا نعمل مشروع مشترك نتفق عليه سواء كان مشروع الحرفي او المهني او اللي هي الاسعاف التعليمي ده بالك او غيره او غيره، لان احنا ما اتفقناش. ده نفس الكلام اللي فيه امبارح معايا اخ مروان كلمنا عن كيف نغير ثقافه المنح امبارح. لن تتغير الا اذا انتوا اصبح لكم كتل مجتمعيه تستطيع تقول منح لا. هو ده اللي احنا هنعمله. فضل حضرتك اما يروح للجمعيه دي او للاتحاد ده او للمنتدى ده او للجروب دي يبقى كل بيتكلم بصوت واحد، مش كل واحد بيدي في تاني بيتعامل في الخلف عشان ياخد القرشين. طالما احنا مش متحدين على 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 ايه على ابسط الامور. انا هديكم مثلا 2006 ساعه ما حصل فيه اللي هو الغزو الاسرائيلي لجنوب لبنان، اكيد انتوا فاكرين الموضوع ده. حبينا نعمل مشروع بسيط اسمه السله الغذائيه. اسمه ايه؟ السله الغذائيه. ها 20 كيلو 15. احنا فتحنا الاشتراك من 10,000 دولار ليه اللي يدفع الا ما شاء الله. ففي جمعيه دفعت 100,000 دولار، في جمعيه عارف دفعت 10,000 دولار. لكن الجميل في المشروع ايه؟ ان على كل صندوق طلع من هذه السنه دي كان كل الشعارات بتاعت الجمعيه بنفس الحجم المساحه يعني. في الاربع جهات ستيكر من هنا وستيكر من هنا وستيكر من هنا وستيكر من هنا خلاص. بس صاحب ال 10,000 دولار بياخد حصه ال 10,000 دولار وصاحب ال 100,000 دولار بياخد حصه 100,000 دولار. لكن انا ما حرمتش صاحب ال 10,000 دولار ان يخش شعاره لكل الصناديق اللي اتوزعت. وكذلك صاحب ال 100,000 دولار كان المشروع ب 400 بحوالي 300,000 دولار لكل صناديق توزع. ده بس عشان ايه؟ عشان نعمل صندوق واحد نحط عليه شعار. وده اسهل بكتير جدا من بتتكلم عليه. فلا بد ان هي تبقى على ابسط الاشياء عشان يبقى قدامنا نتيجه ناجحه. اي حاجه ان شاء الله نعمل ملاعب كوره او ملاعب رياضيه ان اي حاجه بس بس يبقى واضح قدام الناس ان احنا نجحنا في عمل شيء احنا متفقين عليه. وده زي انا سيب مش اللغه الانجليزيه اللي هي كره التلج. اسمها تلج الكره ولا كره التلج؟ كره التلج بالعربي برضك صح كده؟ يعني انا بتكلم عربي كويس؟ اكيد مش متفرنك؟ اللي هي سنو بول بتبقى نازله من الجبل من وتنزل تحت. فانتوا اعملوا كده اي حاجه اي حاجه بس تدل على اننا عندنا القدره على اننا نقعد مع بعض ونحقق اي شيء. دعونا نعمل في ما اتفق ايه؟ ما اتفقنا فيه. ان شاء الله يكون نقطة واحدة.
كان كان ده حصل لما كان الناس قاعدين. طب انت ما بتقعدوش مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنشتغل ازاي؟ انا هعرف انجازاتك ازاي واخفاقاتك ازاي؟ انت مخبي ايه؟ انت انت وجمعيتك ملك الشارع اللي بتصدر. عشان كده ده كان ده منهج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيقف هو بنفسه يدهن الابل يوزع الاكل، لان حاسس ان هو مسؤول امام المجتمع ومسؤول امام الله. ودي الكلمه اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده لما تولى الخلافه، كان بيتجوز بنت خليفه وكذا وكذا وكذا، وكان هو بسم الله ما شاء الله كان احلى من السوريين كلهم، كان شكله زي شكلي كده. وبالك فلما لما استخبى ثلاث ايام واعتكف عن الناس ثلاث ايام، لان مصيبه الناس تسعى انها تكون ايه رئيس بلديه ولا رئيس جمعيه، ونتخانق على رئيس الجمعيه، لا ده بدي تزمه. وده جت الخلافه واحتجب ثلاث ايام وقعد يبكي، خرج على مراته اللي هي فاطمه بنت عبد الملك، فبتقول له انت بتبكي يا عمر، ده انت بقيت كذا وكذا. لا ويحك، ويحك يعني بلغه عربيه، انت بتتكلم يعني ويحك. ها انت مين مالك؟ ها انت مالك؟ كنت حاول افلام افلام في كان في اخ لا ولا بتاع على في مع الهيمن الافلام بتاع افلام مصريه بالك. انت مالك انت؟ ويحك يا امراه، لقد وليت امر هذه الامه ما وليت. وبقى دخلت خش في كل شريحه من شرائح المجتمع، طاخ طاخ خلاص اصبح مسؤول، اصبح مسؤول عايز اسال عن كل هؤلاء. فبالتالي انا شخصيا ملك الجمعيه، انا شخصيا ملك الشارع. مين اللي بيدفع مرتبات الجمعيه دي؟ مش المصاريف الاداريه على المال بتاع اليتيم والاماره؟ ده انا في مرحله ثانيه كنت بهزر مع جماعه في بلد ما في دوله في بلده ما في دوله ما في شارع ما. ايه رايكم بقى ان الحمار بيدفع مرتباتنا؟ فضحكوا. قلت له بردك والجاموسه بتدفع المرتب. ايه ده؟ وايه والمعزه اما بتمقمق هي ليها فضل عليها دفع عليها جزء من مرتب. انت معايا ولا مش معايا؟ اكيد انت مهتم بايه؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ قال ازاي؟ مش هتاخد على كل بقره وجاموسه وحمار وعجل وجمل مصاريف اداريه؟ قالوا اه. نعمل ايه المصاريف الاداريه؟ يعني حق الحمار عليا مكتوب امام الله سبحانه وتعالى، حقه عليا. يعني سيدنا عمر قال ايه؟ ولو ان بغلة او ها دابة تعثرت بعيرا جزاك الله خير هو مسؤول عنه. فقال لي دلوقتي يا اخوان شوف المعلومه اللي عندك دي مش بتاعتك. يقول لي اصلا عملتها. ايوه انت عملتها جزاك الله خير، علمني بقى انت عملت ايه؟ استفيد منها ان شاء الله. ها كومن شير. لذلك اغلب المؤسسات الغربيه بتحط 90% من معلوماتها على على الويب سايت بما فيها اللي هي الميزانيات بتاعتها، ها اللي هي المراجعه القانونيه للحسابات بتاعتها. اصبح دلوقتي معلوم من الدين بالضروره، ما فيش مؤسسه في بريطانيا الا نادل عن تحط الميزانيه والمصيف ده. ومن حق اي واحد في المجتمع يشوف حاجه ومش عاجبه يسالك، ولو ما جاوبتش يحولك لايه؟ للتشارتي كوميشن عشان ممكن يغلق لك بيها المؤسسه. في بعض المؤسسات الكبيره دلوقتي، في واحده مؤسسات اغلقت، كانت مؤسسه غير اسلاميه، ربنا كانت فضيحه كبيره جدا اللي كان ساعدها رئيس الوزراء السابق. في بعض في مؤسسه اسلاميه بقى سنه ونص تحت الايه؟ تحت ال لا تحت تحقيق. خلاص المراقبه انتهت. ده نتقدم فيها شكاوي. خلاص دخلوا ومن حقهم انهم يشيلوا مجلس اداره. ولو في مشكله على واحد على مجلس ممكن السجن. فالمعلومه اللي عندك مش بتاعتك. مش بتاعتي. اتفضل حضرتك عايز تتكلم. عايز حلول. حلول. انت عرض تجربه احنا اشتغلنا في مدينه حلب. اتفضل. بعدة اشهر تجربه بين عدد من المؤسسات على مشروع سميناه زدني علما. هذا المشروع يعني اشتغل فيه حوالي 4 أو 5 مؤسسات تعليمية متخصصة في هذا المجال. طبعاً كانت تجربة بداية لا تشارك بين المؤسسات. مستمر. وراح تستمر إن شاء الله مستقبلاً. طيب طيب. راح نتكلم عن ده. أهم حاجة بالنسبة لنا في عمل أي عمل تتجمع فيه بضعة جمعيات يستمر وينجح عشان يساعد الآخرين. عند أنت مش كان بيتكلم عن المنهجية والمنهج. كان في أخ هنا ماشي. ها؟
لا المنهجية، فأنت بتغير المنهجية. مع أنه كان مشهور ولا حاجة مش مشكلة. المنهجية لو أنت عملت حاجة زي كده وأنت بتغير الفكر. أنت لما أنت سألتني أنا بس هشعركم البتاعة دي ده هتاخد وقت طويل أوي. عشان أنت تعمل فكر يغير الفكر ياخد لك إيه 30 40 50 سنة. حاولوا يفرضوا الفكر الشيوعي والاشتراكي على مصر أيام حكم عبد الناصر رحمة الله عليه بلد 17 سنة. الناس ما يفرضوش لأنه الفكر ما يفرضش. الفكر ما يفرضش. الفكر إيه الناس بتؤمن بيه وبعد إيه بتغني بيه بعد كده. مات عبد الناصر لا في فكر شيوعي ولا في فكر إيه اشتراكي. مات الله يرحمه القذافي الكتاب الأخضر راح فين؟ ساق عبد الناصر راح فين؟ بغض النظر أنا لا إحنا لا ننتقد هؤلاء الناس لو خلاص أنا عند ربهم يعني ربنا هو اللي يحاسبهم. أنا طيب ده. فبالتالي ربك إحنا عايزين نغير المنهجية اللي نتكلم عنها أخونا ده. إحنا لو قعدنا مع بعض واتكلمنا وتواصلنا هنطلع أفكار جديدة. لو كل واحد فينا حط أنا مش عارف إحنا اتكلمنا عن اللي هو التري. تري يعني إيه؟ شجرة سينا. لا في شجرة بس هي جبنا سيرتك كده اللي هي المبدع الغائب الحاضر والحاضر الغائب وجودك بيوقع كده الله. طب انا مع السلامه ابتدي ايه تراست ريسبكت انجيج الباور. انا مش عايز تعمل لي الاثنين اللي فوق دول. انت واثق فيا مش واثق فيا قبل ما اشوف انت حتى بتحترمني ولا ما بتحترمنيش؟ لا لا سيبها انا مش عليا انا شخصيا. هل في نوع من انواع الاحترام بيننا وبعض؟ هو مش يعني بصراحه في شغلتين بفقدها عند اغلب المنظمات هو الثقه الثقه والاحترام هو مظاهر ايه بس كمان التمثيل مش هينفع. هو تمثيل انت قدام ولا يا سلام ايوه مش عارف ايه وانا اقول لك ده لا نفهم كبر وقتا عند الله ان تقولوا ما تفعلوا بالك نفاق. حتى كنت انا عندي لحيه قد كده وانا اتفقنا عليه على البنطلون مش عارف ايه واللي ايه مش عارف ايه واللي ايه مش عارف ايه بالك. فلا لو احنا ما عملناش الاثنين دول مع بعض قد ندخل في عداد المنافقين. مهما حفظنا قران مهما حفظنا حديث ومهما كلمنا الناس ومهما عيطنا ومهما بكينا لا هو اصل ده لابد اننا لا لان المال اللي في ايدنا مش مالنا. المال اللي في ايدنا مش مالنا مال الناس اللي يعني انا ما ابكي على طفل الاطفال المجمدين مش ده حصل من سنتين او ثلاثه في لبنان الأطفال اللي صحي منهم مجمدين وأمهم أبوهم لما كان لنا 2013 بقى 2012 حاجة زي كده. مين مسؤول عنهم دول؟ أنا مسؤول عنهم لأن أنا واقف قدام الناس بقول للناس أنا لها لها بإيه؟ بإن أنا مش عايز أشارك المعلومة دي للجمعية التانية ومش عايز أقعد مع الناس دول وأنا بكيل الناس دول بمكيالين. طب ما أنا أخدم في اللي ماتوا دول أنا جزء من اللي ماتوا. لو كناش مختلفين كنا استطعنا ان انا طبعا الموت بايد الله والعمار بايد الله ان ننقذ او حتى الناس المرتاحه تعيش حتى مرتاحه يكون عندها بطانيه يكون عندها جزمه كويسه تتلبس الى اخره الى اخره الى اخره. فالاستشعار ان انا مسؤول مهم جدا المعلومه نتشاركها مع بعض. فدعونا نتفق على اي مشروع بسيط يكون فيه انجاز ونستمر فيه اي حاجه. اتفضل انا مش عارف انا قلت انت مين كان يعرف عيوني قبل حضرتك ولا حضرتك؟ قال لي صوتك بس عشان ام كلثوم عامل عليك. بالنسبه لموضوع التعليم يعني هو شبيه لبعض المواضيع الاخرى اللي نعاني منها بالعمل في سوريا عشان التنسيق يعني؟ التنسيق موضوع التنسيق ليس للمشاركه فقط. انا بسالك حاجه دي واحده ولو فقط الايه كده قالوا وفقت الناس في الارض وفقت الناس في الارض جميعا لم تؤلفوا بينهم. لا دي مش حاجه كده بقى. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله عارف ما الفت دي معناها ايه؟
التنسيق والقعده والحب والحاجات دي كلها. ربنا عارف انها صعبه. فبيقول لك حتى لو انت لو تبقى تيجي ليا. لذلك سيدنا عمر حكى ده سيدنا عمر لما راح قال لهم روحوا صالحوا الراجل اللي هيطلع مراته ده ورجعوا له ضربهم ولا ما ضربهمش؟ ها؟ ما لو كنتوا بدكم ان تصلحوا بينهم فكان صلحتوا. شفتي اه لانه ايه؟ هو اراد اصلاحا يوفق الله بينهم. شفتي بقى؟ فلو احنا فعلا عايزين ننسق هننسق. ما تضحكش على بعض. لان هنا بقى لا لا ممكن اقلع؟ لا لا الحته اللي جوه دي مين اللي شايفها؟ وانا. هوتين شايفينها مالك رب العالمين وانا ها وما هتلف يمين هتلف شمال ربنا عارف انت بتطن على ايه حتى ولو دلعت كلامك وكلامك الناس كلها عيطت عليه ايوه اتفضل بقى معلش انا الموضوع سخنك ها العواطف خلينا نحكي واقع طيب معلش خلينا نحكي واقع اليوم نحن عايشين مرحله صار لنا عايشين 5 سنين صار إن انتقلنا من مرحلة توزيع السلة كأفراد ووصلنا مرحلة الجمعية خلينا نسميها ما صارت مؤسسة منا وصل للحرفية منا وصل بس مع هاي الخطوات صراحة ما في عنا انفتاح كمنظمات مجتمع مدني على بعض أيوه. قبل ما يكون عنا انفتاح على الغير على بعض الفتاح المصلحة معلش حط العواطف حط التنسيق يا أخي مصلحة من مصلحتي إنك تتفق معي أيوة جزاك الله خير في 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 شكل عم ننزل على العرب بعد أيام أول كل بيعرفوا كان محلها هرب ومحل ده هرب ومحل ده 60 محل ده وكل من عنده كل من عنده نفس البيع كل مرة ليش في تنسيق العمل في حتى هنا تجار اعتبروا عن تجار صار انا صار تنسيقيا بس دور على جنيه وعلى ما بعرف شو ما كان هدف انه تنسق ما كان هدف انه تشتغل على تنسيق المنظمات في كافه القطاعات لا بقطاع الزراعي ولا بقطاع التجاري وبعدين في عندنا حرب ضروس بين المجتمعات المسميه المجتمع المحلي منظمات المجالس المحلية والمنظمات هذاك شيء سيف على هذا شيء طيب إذا أنا شلون أشتغل بموضوع تعليم بمدرسة ومدير المجلس المحلي شيء سيفه أنا ربكم الأعلى فالموضوع بده تنسيق أول شيء كمنظمات يطلع منا شيء أنا بسميه التنسيق بعدين مشاركة يوصل لمرحلة تمثيل وهذا التمثيل يكون كمنظمات مجتمع مدني مختصة بالتعليم يكون عنده جسم هذا الجسم مو بالضرورة يكون جسم له ولو إدارة هذا جسم له اجتماعاته له لقاءاته له مشاركاته هاي المشاركات تنعرض اليوم عم نشوف كلاسترات حتى بالكلاستر اللي يحضروها في الورشات الكلاسترات هي أنا أفضل من هذا بس شوفون أنه أنا أفضل لا هو ما هدفه يشارك معلومة هو هدفه يشارك عمل فنحن هاي النقطة اللي عم نعاني منها موضوع التنسيق بيننا وبين القطاعات الحكومية اللي عم تحكم البلد فنحن لازم نبدأ صح بخطوات صح الكبير مثل ما حكيت $100,000 لازم يرضى $10,000 عم يشتغل فيها الثاني ما يقول أنا ماني شايفه بالـ10,000 مع الأسف هذا صاير جمعية صغيرة مشتغلة على إطار صغير ولا في قرية معينة بيجي مانع أو جمعية سورية بتدخل على طلع برا طلع برا طلع شو بتشتغل اللي تجربة 4 سنوات سواء بتشتغل بالمدرسة هذا جيب 100 أستاذ شايف وبيترك مدينة ثانية شايف ما في ولا مدرس فهذا موضوع التنسيق موضوع المشاركة أنا ما أبغى أشوف الجانب الأسود بس نعيش نحن خلينا نحكي واقع نحن واقع اليوم صرنا 5 سنوات أو 6 سنوات شفنا موضوع عن التنسيق في مدارس أساسا عم تاخذ راتب من جهتين في مدارس ما في أساسا هذا السبب في طلاب اليوم موجودين بتركيا عم يداوموا مدارس تركية نحن في جمعية الوحدة والتعاون السورية موجودة في كلس في مدرسة الأيتام مشاعر انتهينا نفس النهج اللي حكى عليه الأستاذ المدرسة فيها 200 أول ما جينا أخذنا الطلاب اللي عليهم كسور دراسية بلشنا نبدأ بالفصل الصيف كملنا لهم المنهج واستمر بدأ وصلوا للمرحلة أجل الأفراد دخلوا على الخط في كافة مجالات التعليم صار التعليم بالولايات الأتراك صار
التعيين هو ليس نقصا من منهم، ولكن بشكل عام تحديد من صلاحياتك كجمعية بعملك ومشروعك اللي تعبان عليه، شايف؟ فأنت محكوم. أنا ذكرت أنت نحن مجتمعات متحركة، أنا بظن أن المجتمعات المتحركة ليس المجتمعات التي تغير مكانها، هي المجتمعات التي تغير حكوماتها. هذا هي التحرك أكثر من التحرك الديمغرافي، خلينا نسميه. أنا اليوم بعزاز بكرة بدل، لا أنا بعزاز غير الحر، حتمني أفضل توجيه إذا أصدر كل شيء بالواجب بالأخير ما في نتيجة مني ورايح بالطاعات بعيدا عن الوجه. لسنا أضعف من أنه يعني نجهز لأنفسنا من حيث الأماكن وحيث اللوجستيات نعملها مع بعضنا، تكون بين الأوشة تعوى اللي عنده الاستراتيجي بدون ما يكون مطمع. مطمع يكون التنسيق والعمل الشرع يوم مؤقتة عنا في سوريا. هل المنظمات المختصة بالتعليم التقت مع وزير التعليم الجديد إن كان في الداخل وكان في الخارج؟ هل وزير التعليم طلب يا أخي أنتوا يا سنكري عم تشتغلوا الله يجزيكم الخير وحجم عملكم عم يخدم 15,000 طالب، تعالوا لعنا يا أخي خلينا نشارك العمل؟ لا أنا إلى حد ما، بس ما هو الحال العام إلى حد ما بسيطة، إلى حد ما شايف. بس نحن ما عندنا هذا الأمر. لا المجلس المحلي عم يحارب الفلان ليش عم ياخذ طحين أكثر من فلان يا أخي. نحن أنت تقسيم الأدوار أمر ضروري. نحن نفس الشيء، انا اول واحد يعني. نحن ما بدنا نبعد، فنحن انا مشان نلخص الكلام، المشاركه التنسيقات او القطاعات التنسيقيه يجب ان تكون ضمن منظمات مجتمع مدني، وانا يعني الشباب بالاتحاد المدني لازم ونحن معه انه نحرك انه نعمل هالقاعه هاي، انه تصير فيها اجتماعات اسبوعيه تعليميه، اجتماعات اسبوعيه زراعيه اغاثيه تنمويه بعيد عن الشوقي جهله وسهله والمي الخير. فخلينا احنا نتحرك بموضوع المشاركة، وبعدين تطلع منا لجنة تنفيذية تخاطب المجالس المحلية والقطاع الحكومي الموجود عنا، ان كان التركي وان كان الاردني وان كان السوري، حتى توصل وجهة النظر للمنظمات السورية. جزاك الله خير. بعد رجعنا قضية بيت القصيد في كل اللي بيقوله من سنين، والتنسيق بين التنسيقيات. احد توصيات الورشة اللي اتعملت في اسطنبول في ديسمبر السنة اللي فاتت، كيف ننسق بين التنسيقيات؟ يعني شوف قد ايه؟ انا مش عايز ان انا اهاجم العمل الخيري السوري في المرحله دي. ليه؟ لانه ما زال احنا اتكلمنا عن مرحله صغيره، فقد يكون التنافس هو اللي موجود حاليا، وده مش مرض، عشان برضك نشجع نفسنا، ده مش مرض. ده ليه؟ لان احنا بنتكلم عن احنا لسه جمعياتنا بتنمو وتتطور، ففي المرحله دي قد يرجو الإنسان ليه بطريقة سبية. أنا حنزل الله بطريقة إيجابية، مش مرض. طب بس العرض، ولو إنه مش مرض يبقى نقعد بقى، نقعد إن شاء الله على كوباية شاي. وضربت أنا المثل بقى ليكم بإيه؟ كوباية شاي وبرات المكاتب مش مشكلة. ممكن بقى. لا بس أنت ومش أنت ومزة برا المكاتب كان كوباية شاي وضربت مثلا بقى المنتدى الاقتصاد العالمي، بدأ من حاجة 40 سنة أو قبل 50 سنة، كانوا بيجتمعوا كل شهر في الويك إند مع بعض، اجتماع سوشيال يعني اجتماعي كده، ولغاية ما كبروا الفكرة وأصبح ده المنتدى الاقتصادي العالمي، لأنهم اتفقوا على إنهم كل واحد يسمع التاني. تعرف إحنا ساعات في جلساتنا ما بنسمعش التاني، نفضل قاعدين ساكتين كده هو ويخلص وما إحنا قايلين نفس الكلام اللي هو قاله. لو انت سمعت كلامه مش هتتكلم، وحتى لو سمعت كلامه وساعته ووعيته عايز برضه بتثبت نفسك انك عايز تتكلم، طب ما تسكت بغض النظر. فانا بقول لك فلابد احنا ان شاء الله نتفق على اي شيء بسيط. انت اقتراع جميل جزاكم الله خير، حتى عن طريقه بقى بعض اللي هي الاعمال الاجتماعيه المشتركه. مش مهم يكون مشروع كبير، بس المهم ان المشروع ده يكون له ثمره، وان هو كانت بسيطه والناس ترى الثمرات دي من خلال التنسيق. والتنسيق اللي زي ما انت قلت اللي ندعو الناس كلها ولا نستثني احد، واخد بالك، ونصر على الناس تيجي واللي عايز يجي وبرضك نروح. خلي التنسيقيات انا كنت بقول امبارح
يعني ممكن بعض الناس اللي بتتكلم عنها ودول امبارح كده عزمهم على العشاء ان شاء الله، تقول تعالى انت ومراتك عندي في البيت نتعشيك وحاجه زي كده، هو عشان تفك حته اللي هو عدم الثقه، عدم الثقه دي وسوء الظن دي. طب ما هقول سوء الظن دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها ايه؟ انها الحالقه تحرق ايه؟ مش تحرق الشعر. الموس اللي عندنا بيحرق الشعر، الموس ده ثمنه كام؟ 5 ريال، لكن دي بتحرق الدين. بالك طب بس اخونا كان رافع ايده حد فيكم لا هنا سوري باين حضرتك حقيقه ان احنا يعني الجزر اللي حكاه الاخوه عايزين نكون عمليين بقى طبعا. نخرج من الجلسه دي بالنسبه للتعليم قال لنا كان لقاء مثلا اسبوعي، لقاء كل اسبوعين، لقاء كل شهر، نحط مشاعرنا نحطها كده صلى على النبي عشان لو عايز لما انت يعني حمستني انا ما بحبش اتحمس، انا متحمس بشكل وحش قوي وبالك اهو شفافيه. خلي الموضوع انا بدي اريح عن موضوع العواطف صرنا نحكي فيها. لا مش عواطف، خلي الموضوع موضوع مصلحه. لما مصلحه انا مصلحتي يا شباب من مصلحتكم تجوا لهون وحتى نستفيد الموضوع. طب مش مشكله خلي المصلحه انا كل جمعيه جت هي انت بتعرض ما عندها. يعني عملنا مؤتمر كبير جدا في مصر وعزمنا الجمعيات الا يتحدث شيء احد عن الا عن مصر وعن المشروع على المؤتمر، كلهم كانوا ملتزمين. كنا بندي لكل جمعيه في اللقاء المأمول في جمعيتها انها تتحدث عن جمعيتها في العشر دقائق، عاملين لك غدا كشري ولا لحمه ولا بطاطس ولا حاجه كده، يبقى رئيس الجمعيه قاعد معاك كده 10 دقائق ربع ساعه يكلم ولا جمعيتي عامله كذا 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 تعريف، عشان ده من حقه عليك. فكل واحد فينا لابد يحطه ايه اسمها ايه؟ اعرض ما عندك، هاتوا ما عندكم، مش كده برضك؟ هاتوا ما عندكم مختلفة شوية. لا انا مش بتكلم على الآية القرآنية، بتكلم على قول المحفوظ. حط اللي عندك. ادلو بدلوك. ودلوك هيكون ايه؟ يكون في صراحة وضوح. لأن الناس بعد كده هتكتشف إن بتدي نص المعلومة. ده ما ينفعش. لأن احنا المجتمع محتاج لكل شيء. وعدم وضوح المعلومة منها بتعتبر خيانة للمجتمع. مش أو من النوع مش من الأمانة. عشان ما نقولش اللي تخاين أو مش ليس من الأمان. أنت ربنا أكرمك بشيء، أنا ممكن ما أعملش المشروع، أنا أوديك أنت الفلوس. هل أنت ممكن حد يجي بره على جمعية تانية من الجمعيات زي كده؟ ضحكت أنا ضحكت ضحكت مصفاة. لا أنا بقول لك حاسس صارت معنا المشروع وديتي بس بعد إذنك. عشان بس أخونا كان رافع إيده، مين كان رافع إيده؟ كان اسمه على الناظر. لكن لك عبد اسمه إيه؟ أنا حاخد تعويض بعد. لا ما فيش تعويض بالوقت، تدفع. دكتور احنا الان اكثر من 5 سنوات كجسم تنسيق عم نشتغل بين المنظمات. والحقيقه اللي مر معنا على مدى السنين الان التجارب بتوحي انه وانا قلتها وذكرتها انه ما في لحد الان هذول الشغلتين موجودين بين منظماتنا، حتى الاحترام مفقود الا في الظاهر، يعني انا للاسف عم بتقابل مع احدى الجمعيات او جمعيه بتعاون الجمعيه فقط هي الظاهر. طب يا جماعه مثل ما قال الان اخونا نحن في عندنا مصلحه مع بعض، يعني نحن مصالحنا مفروض تتقاطع. نحن عم نقول تعالوا كل واحد فينا يا اخي يفرد اوراقه، ترى البعيد والقريب، يعني البعيد منا معلش كل جمعيه نفرض الى توجهاتها الى سياستها الى سياسه داعميها الى سياسه، لكن تعالوا نقعد على نفس الطاوله ونشوف شو تقاطع المصالح اللي المفروض ينعكس على مين؟ على شعبنا واهلنا ويقدموا لقدام. هلا النقطه الثانيه انا اعطيكم مثال بسيط في احدى الحملات اللي قمنا فيها، وقلنا هي كانت بدايه عمل جماعي، كانت حملة أضاحي العيد وحكينا عنها دكتور إذا تذكر. فحملة أضاحي العيد كان هدفها إنه في كان عندنا مناطق عم يجيها لحم كتير ومناطق أخرى محرومة تماما، وفي وجود لهذه المنظمات في هاي المناطق المحرومة، فقلنا يا جماعة خلينا نحن نتفق المناطق اللي فيها زيادة تعطي الأماكن اللي ما فيها أبدا. طبعا الكل وافق والفكرة تمام ويلا بلشنا وعملنا مؤتمر وناس انضمت لنا بعد المؤتمر. اتفاجئنا بعدين من اصل 22 جمعيه ما في غير جمعيه عطت لجمعيه ثانيه بنفس المنطقه كويس ولسنا بحاجه لها، يعني ما كان في حاجه. المناطق المحرومه كانت المناطق الشرقيه كملت محرومه تماما ولم يدخل اي لحم. وبنفس هذه السنه في بعض اللحم فسد نتيجه تكدسه في هذه المنطقه، انه والله الداعم بده يذبح مثلا بحلب بريف حلب بكذا. طيب اذا نحن وين عقولنا؟ وهنا طرحنا وقتها مسألة اللي حكينا فيها امبارح انه يا اخي طب خلينا نعمل نص هذا الكلام كون سيرفر والنص الاخر خليه يروح ذبح،
لايف يعني مباشر بنقول، والباقي كونسول ويوزع ضمن وجبات غذائية. فتخيل انت وين وصلنا لهي المرحلة. انا بتمنى هذا الكلام كله كجمعيات لانه ونوع ونوعاه حقيقة، لانه بصراحة اذا نستمر بهالطريقة ما راح نعمل طيب. بلد يعني. اقترح بس عشان كلامك ما يروحش هباء، ان متى يعني متى تجتمعوا بحيث في الجلسه دي فقط كل جمعيه تقول ما عندها ايه بس، ولا لكن في التعليم بس ما عندك ايه، وكل يسمع باحترام، كل جمعيه تاخد ربع ساعه ولا تلت ساعه ولا 10 دقائق ولا حاجه زي كده هو، ودول هل ممكن جمعيه او جمعيتين يشتغلوا مع بعض في المكان الفلاني في الوقت الفلاني بالميزانيه الفلانيه؟ هل ممكن بعد كده هو بعدين يعني، بس اول مره نقعد نشترك مع المعلومه نتفق مع بعض هل احنا هنكون شفافين مع بعض ولا مش هتلاقي كمان. بس انت كجسم منسق تقول والله النهارده 10 11 ولا 11 كده 11 وسط كان من 10 كان فرق. طب بكره بقى 12 لازم بكره مثلا يبقى 20 او اي يوم نيجي نقعد مع بعض ساعه ولا ساعتين كل واحد يتكلم 10 دقائق عشان ندي اول مرحله من مراحل بناء الثقه ومشاركه المعلومه. اول مرحله واحنا نكون مسؤولين، انا هديك انت هديك اولويه، انت قاعد ساكت من الصعيد وكل هؤلاء الجهابزه المجابزين اتكلموا كتير وانت ما اتكلمتش. بس اذا الكلام اللي عم تحكيه ما راح نستفيد منه شيء نهائيا لو اجتمعنا بعد يوم او بعد اسبوع بعد 10 ايام فنفس المبدا. انا بتوقع خلينا نتفائل. لا خلينا نشوف تجارب كبيره كيف بتصير. احنا بنشخص الحاله لحتى نوصل لحل. من فتره من شيء شهرين او ثلاثه يقال لي عن جاب شكلوا لجنه هي اسمها السكرتيريا طبعا من اساسا تحل المشاكل السوريين بغازي على مستوى غازي عندها. مجتمع في منظمات واشخاص واحزاب وتيارات انا هكون متحفظ زي ما انت متحفظ. طب نعمل ايه؟ ما انت ما تجيش تقول لي مصدوم. قد يكون الناس اللي عملوا لجنة بعد لجنة مش المجموعة دي. اتفقوا على الأمر في النهاية ايه؟ اتفقوا على شيء ولو كان بسيطا. فأنا بس. أحكي لك أنا أحد اللي يعني شكل اللجنة الجديدة طبعا هو من المؤسسين هذا اللجنة الجديدة فقلت له بس سؤال. إلى أي وقت نحن راح نضل دائما عايشين شرقهم؟ طيب أنت ما عجبك كمثال عضو في اللجنة أو ما عجبك يعني فكرة اللجنة؟ اخي حاور بس انه انت تنسف عمل شهرين او شيء بلش يسمر يعني مشكله كثير كبيره. وهذا الموضوع نفس الموضوع اللي عم نحكي فيه هلا، انه احنا بدنا نشتغل بس المشكله ما عم تنسف، لانه يطلع شخص يقول لا انا ما عندي فكره ثانيه. لا حقيقه يعني هي بختصر انها هي بحاجه تمرين الحقيقه، لانه احنا احيانا عم نجتمع يكون عندنا موضوع الأجندة الاجتماع نتفاجئ بعدين انه وضع الترابيزه بتبقى ما كويسه، فتعالوا نغير الترابيزه، تمام شو دخل الترابيزه بالأجندة الاجتماع؟ فهي موضوع مغير تماما، هلا هذا بصراحه هو تمرين تعويد نتعود على بعض، نحن انا بالنسبه للموضوع اللي عم نحكي فيه، نحن موضوع خارج عن نطاق الالتزام وخارج عن نطاق الاداره والتراتبيه. يا اخي نحن عندنا مثلا الاسبوع الجاي يوم الخميس القادم بدنا نبرك على نفس الطاوله، الشباب اللي دعمونا بكاس شاي وتطلع الاستاذ يطلع الاستاذ ويكتب لنا نحن عم نشتغل بحلقه 1 2 3 4 5 مستريح، وانا اطلع ورا والاستاذ يطلع وراي بس كلنا بدنا نسجل هالورقه ونروح على المكتب. ما له الموضوع لهي لجنه
ولا هي مؤسسة ولا هي ولا هي تشكيل ولا هي ولا هي أبدا. واللي حاب يحضر أهلا وسهلا. مجرد إنه الشباب يعطونا تذكير نحن مستعدين. نحن مكتبنا موجود كمان في غزة إنتاج كمان في وقاعة وكمان مستعدين إنه نشارك هذا. مو بس بالتعليم بالقطاع الإغاثي بالقطاع يا أخي نبرك نحن مو عبر روح الأوتشا مشان صندوق التمويل يا أخي خلينا نجول غدا صندوق التمويل نحن جايين هون بس سهر ظهر عصر مغرب عطلة بس نكتب إيش عم نشتغل. أنا في موضوع الإنتاج قلتوا في عدم تقاطع مو طبيعي. موضوع الإغاثي عدم تقاطع مو طبيعي. يعني الناس عم تشتغل الكل عم يصب بمخيمات عزاز الكل عم يصب بمخيمات عزاز في ناس في ناس ما عم تحصل في ناس ما عم تحصل على رغيف خبز بمناطق ثانية. تمام خلينا نعرف انه مين عم يشتغل بعزاز اليوم مين العادين هون مين بيعرف مين عم يشتغل بعزاز. موضوع التعليم بمخيمات باب السلامة مين عم يشتغل فيها كلياتنا عم يشتغل بالتعليم. مين عم يشتغل بعزاز اليوم؟ هل تعلمون ان NRC خلال 4 شهور الماضيه تركت التعليم بمخيمات عزاز واليوم مخيمات عزاز بدون تعليم؟ طيب ليس الكل في نحكي نعم مشاركه البيانات والمعلومات هذا خلينا نعتبر ولو باسماء الموجودين معلش بينضم اهلا وسهلا والما بينضم كمان نصل له معلش نبعث له انه بيطلع تقرير بالجلسة بتحبوا التقرير ما يطلع برات المكتب ما يطلعش اللي بيحب اللي عنده اعتراض لو مطلوب منك قرار التلفزيونات كمان تصور ايش بدك لو مطلوب منك قرار ولا مطلوب منك غير شيء مطلوب دردش انا عندي قرطاسية راح اعطيك اياها انت راح تعطيني راتب مدرسين وعلى هذا الاساس على هذا الاساس نحن هذا اللي بنسعى له. أخونا بعدنا أخونا وبس عشان عايزين نطلع شيء عملي في الناس حياتنا النقطة اللي زمروا بس فيها حقائق لكن أنا أتوقع في طريقة ثانية في ضوء في ضوء في عمل يعني النفق في عمل وفي عمل كويس كويس لكن علينا أنه نستخرجه من النفوس اللي فيها نزرة خير في شعبنا أكيد للأسف ما تفوت بأسباب الفرقة أسباب كان عشرات سنين وقصص كثيرة يعني عندنا مشكلة حقيقية فيه وبدها علماء نفس كثير اشتغلوا فيه لكن أعتقد أنه من المهم جدا في حالة الشرزة اللي نحن المشاريع التي تقترح والحلول اللي تقترح تظن من نقطين واقعية وصغيرة الله يكرمكم يا جماعة صغيرة تحت ننخط نبدأ من فوق كثير صغيرة فنبدأ مثلا أعطي تجربة كنت جزء منها في حملة أبجدياتنا اللي عملناها في الداخل السوري كان عندنا شريك 50 شريك جمعية من المجتمع المحلي السنة الماضية بمدارس عندها ليس لنا وصول قانوني إلى الأتراك فاستعنا بزلم برشام أغلب الزملاء بيعرفه له علاقات مع الأتراك ولا أصدقاء فضل زين الخير أمنونا الأذن القانوني نحن قدمنا الدعم المالي وتشاركنا على لقاءات المعلمين فهناك حالة لكن كثير مهم أنه تبدأ واقعية لأنه ألمنا وحبنا لبلدنا كبير جدا فلما نحط حلم أو هدف وكبير للأسف الخطوات مثل كيف غيار السيارة صح. إذا كانت السرعة ما هي موافقة لاستبعاد الدولاب اللي عم نمشي حيصير عدم توافق فكتير واقعية إنه ننطلق بواقعية ورقم اثنين خطوات صغيرة لنفترض مؤسستين بعد فترة تعرف يا كرام الناس تقتنع من النجاح وليس من النظرية صح. فالمبلغ الصحي أفضل لي بكثير ما اسمع عنه بكرة عنه سأقتنع إنه فعلا فلان نجح وأنا شفته بدأوا اثنين صار ثلاثة معلش ياخذوا شوية وقت 4-5 ونحن ماشيين فأعتقد إحنا كثير مهم هذا الحرقة اللي عندنا تجاه بلدنا ما نحرق المراحل لأنه في بعض المراحل يمكن طوية وفي طيب. بعض المراحل لابد أن تنمو أنا بس موافق على كلامك وموافق على كلامك وموافق على كلامك وعلى كل كلام كل كلام ودرة كيف نبدأ بس كل اجتماع يكون بالدورية في جمعية مختلفة عشان ما حدش يقول أنا أي مستأثر بجمعيتي إلى آخره. ده نعمله يعني مثلا نفرض بقى أول اجتماع عملناه هنا وأنت صرفت لنا جبت لنا الشاي والقهوة والحاجات دي كلها. تاني اجتماع عملناه هنا ما أعرفش جمعيتك اسمها إيه. تالت اجتماع عملناه هنا وتبقى بالدورية ويبقى رئيس الجلسة هو الإيه المستضيف لغاية إيه ما تمشي. وقد نفرض أنا هديك مثلا ضربت أنا امبارح عملنا مصر شاي صفورة اللي هي منتدى الخير الاسلامي ده كان طالع اخذ مننا 4 سنين نقعد ما بين 5 جمعيات عشان نتفق ازاي نعمل المنتدى مع بعض واحنا كلنا في بريطانيا
طبيعي للأسف. خد بالك؟ وأول خمس سنين قلنا ده احنا دخلنا ناس من التانيين هيبقى مشكلة، بعد سبع ثمان سنين فتحنا الباب على المستعارة. فتحوا من أربع خمس جمعيات لأربعة عشر جمعية. بتتكلم عن ده، بتتكلم عن 12 سنة في مكان ما فيهوش لا حرب ولا تهجير ولا نزوح ولا كذا، وكل الناس دول عايشين في بريطانيا. فالتنسيق مش هي 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 بروسيس مسيرة. فده احنا بنتكلم عن نبدأ أول خطوة. وكل واحد فينا يبقى جاي بنية إنه عايز ينجح المشروع. وأبسط الأشياء. أبسط الأشياء. ما نتكلمش على الديانة. في مكان معين أو محافظة معينة أو كذا. هنشوف أنت عندها كم موظف في الحي ده. واحد بس مش هتعرف نفس حاجة. وانت جمعيتك عندها 50 موظف. يبقى عندي 50 موظف مش عيب. مش عيب. بدل ما ادي موظف واحد ادي 50 موظف عشان ما يحصلش فيه اهدار في المال. انا حرام. وده بيجي انت حتى ثانية عندك 20 موظف وانا موظف واحد. اما ادي لعنده 20 موظف. عندهم الكاباسيتي. القدرة على التنفيذ. الى اخره. الخبرة. لان ما ينفعش. معقول ان احمد تعفن في مكان والناس مش لاقيه تاكل في مكان تاني؟ مفيش تلاجات، مفيش كهرباء. حتى لو في تلاجات مفيش كهرباء. ده حصل وضربت مثلا العلاقه انت. فذلك لابد احنا شخصيا كمسؤولين يكون عندنا شفافيه في مصداقيتنا. مع الاخرين. احنا قدمنا كم سؤال عشان يعني هو ترى يعني معنا خمس دقائق ولا 10 دقائق. طب خلاص عشان ما نتكلمش خالص. وحضرتك انت بتتكلم ولا بتتكلمش انت؟ لا اتكلمت. طيب اتفضل. انا في عندي نقطتين بس عن موضوع كيف ننطلق. اول نقطه نبدا براس الهرم هو المدراء التنفيذيين، خلينا نحكي بالاداره التنفيذيه ما نحكي بالمجالس الاداريه. كمركز تنفيذي نحن في عندنا مشرفين، يعني ما في احتمال ان كلياتنا اي شخص جاي على الورشه مدير تنفيذي. وجود موجود شخص او لا غير. هذا عندنا مشكلة، يعني حتى مدراءنا التنفيذيين غير قابلين للتدريب. سألت إحدى المدربين، طبعا رحنا على دورة تدريبية وهي كلها نحن أنا كسكرتير أنا ما بتفيدني، بدها مدير تنفيذي لحتى يستطيع يغير على الكلام اللي عم يحكي. فقال لي ناشدت أكثر من 15 جمعية سورية إنه يا جماعة في عندنا برنامج تدريبي للمدراء التنفيذيين وما حد تنازل إنه يجي يحضر هاي الورشة من الأساس. النقطة أهم طبعا هي موضوع الفهم. نحن الشعب السوري طبعا مع احترام للجميع الكل فهمان طبعا، يعني ف احنا كلنا فهمانين برضه. انا واحد الناس لما ببرك يجي اي ضيف عندي او كذا يحكي حكي ما اقتنع فيه، فكرتي هي الصح. هاي نقطه لازم نخرج منها. لما نجي نبرك لحتى نتناقش بنقطه نتناقش راي فلان وفلان وفلان كلياته افضل من رايي. راي صواب يحتمل الخطا وراي الاخرين خطا يحتمل الصواب لحتى ننجح. الله يجزيكم خير. الله خير. احنا بس انا عشان انا هبلور في الاخر عشان احدد ميعاد اجتماع تجتمعوا فيه في اي مكان. سواء كان هنا او في اي مكان. سواء كده بايه؟ بالحظ. مش كلكم جامعات مختلفة ولا في جامعتين كلكم يعني؟ الغالبية مختلفة. حشاور كده. عشان كده ايه؟ زي ما اقترعوا على سيدنا يونس مش كده؟ وجيت ثلاث مرات فقالوا بقى اترمي بقى خلاص بقى نلعب على العملية. بدك عايزك حضرتك؟ لا خلاص انا الشباب اخر تعليق. انا والله يجي متاخر اسف اعتذر قدام طب خلاص ادفع بقى حق الشريف كل شيء حاضر الشريف وكل حاجه وتذكره الطياره ما يهم حاضر يعني اعتذار المشكله. شكرا جزيلا على قدومك انت اليوم منوره يعني. انت حضرت الورشه بتاعت ديسمبر اي في اسطنبول انا طبعا حضرتها. أنا بس حبيت أشكر الأخ اللي حكى عن المدراء التنفيذيين تحديداً، يعني بيحكي بأنه مدير تنفيذي معاني كعاملين في الشأن الإنساني بشكل عام من قلة خبرتنا في التنسيق إجمالاً. نعقد عشرات الورش وعشرات الجلسات للتنسيق لكن نفشل. مخرجات التنسيق تبعتنا الإرادة موجودة والرؤية والتصور المشترك موجود والسلام الداخلي موجود، لكن أدوات التنسيق نفقدها. يعني المنسق الذي
يعني هو مفتاح النجاح في عمليات التنسيق حقيقة يكاد يكون غير موجود في عندنا. شخص قادر كفو متخصص في التنسيق في تيسير الجلسات إخراج المخرجات المناسبة ما بعد الجلسات ما بعد الجلسات الحيوية أيضا المتابعة قليلة جدا. أنا بس أقترح أن الحل عملي، هل الخمس أو عشرة أو عشرين جمعية الموجودة هنا يستطيعوا أن هو ما يكلفوا مستشار يدير الجلسة دي كل اجتماع يكلفوا المحضر بتاعه؟ أول شيء نشوف كم يعني القدرة المادية في ساعتين كل أسبوعين أو كل شهر أو حاجة زي كده مش هيكون مبلغ كبير، لكن لو احنا أسندناها لشخص أو امرأة وقعدت تاخد الحاجات وتوزع المهام على الناس كلها وما نسميهاش لجنة عشان ما عادش ما نسميهاش مجلس إدارة. في حاجة في أوروبا بتبقى إيه informal meetings، يعني نقعد مع بعض بطريقة غير هيكلية بنناقش أمور لينا. لو بعد سنة ولا سنتين حبينا نحولها من informal للformal بنأجلها بعد ما ينسحب والاحترام بيننا وبعدين. فلو احنا مثلا اتفقنا بعد اسبوعين مثلا في مكان ما هنعمل اول جلسه للتعليم، تقترح على شخص تعتقدون انه ممثل جيد ما ينتميش لاي جمعيه ان شاء الله تدفعوا له ايه الاجر ساعتين دول هيبقى معاكم والايه والمحضر الاجتماعي يروح، هل تستطيعوا تعملوا حاجه زي كده؟ في مشكله. اوكي انا بتكلم على ايه على عمليه العمل. احنا اتكلمنا كلنا مع بعض عايز نحول كل الزخم ده من الكلام اللي اتكلمناه له في العاطفه الى عمل حاجه عمليه. ما اعرفش ساعه تتكلف قد ايه لو جبتوا واحد من الناس دول يعمل لك كل هو في محليه انا مش مختار ده مستشار كم من هنا تكلفه محليه انا بتكلم عن محليه مش كام انا هجيب لك حد من بريطانيا لا احنا قاعدين هنا يكون خارج منظمة ممكن يكون أحد منظمات يتوافق يتوافق على الزملاء عليهم. أنا ما عنديش وإذا كنا لا نثق بعضنا أساسا ليش حتى نشتغل؟ هو فكرة الآن هي بناء الجسور. أنا بس عايز أكون عامل. عايز أكون عامل. واحد يكون مكلف أو واحد يكون مكلف بس ده حتى ولو دفعنا لها أو دفعنا له أقل. تمام. أنا هقول لك حتى ولو دي عشان ال 50 دولار ولا 100 دولار بتوع الجلسه يبقى متقسمين على 10 جمعيات وكل جمعيه 10 دولار. حتى لو لان هبقى ساعات ساعات يكون لما تكون انت من اي جمعيه؟ ها؟ هي دي ايه؟ مش تبع هي دي هي دي. طب خلاص حضرتك من اي جمعيه؟ ايه؟ سانكاليز. طب وانت؟ طب ساعات انا لما احط حد من جمعيه معينه بتكون يعني ايه احنا عمل منتدى انساني وكلام عن وانتوا اصحاب الايه الامر بعد الله سبحانه وتعالى. ذكرني بخطوات تشكيل لجنه الايتام. لا انا لا انا بعدين هلا في غرفه لا 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 انا بقول لك انت يعني هو صاحب القرار انت حدد المكان. في خطوه كانت سابقه عن هي تشكيل لجنه الايتام نفس الشيء ان ما في هيكليه ما في حدا ما في ما في خلي بالك خلي بالك انا مش هكون معاكم بعد كده المشكله. لا ما انا انا مش عايز بس اقول انك قلت لها ده من هي اللي من لجنه الايتام اللي هي
حدا فيهم؟ لا في حدا في حدا كان حدا في حدا في الشباب انت بس انت دوت انت بتتفقوا انت ممكن اول جلسه تعرف تعملوا فيها ايه؟ تحطوا معايير اللقاء عشان تبقى اجنده عشان تبقى اجنده انتوا عارفينها موجوده معايير اللقاء انتوا حددوها وحطوها والله احنا عايزين نتكلم عندنا 10 معايير دول اللي يخرج منها بره لو سمحت ايه الكلام ده ما تناقشش يعني احنا اتفقنا المعايير 1 ل 10 بس قبل حتى ما تجيبوا الايه الميسر ايه المعايير اللي هنتفق نناقشها كل واحد لما يتكلم يتكلم ازاي ممكن نقول كده ما يتكلمش اكتر من 3 دقايق او 5 دقايق ما هياش محاضره ما هياش يعني خطبه جمعه لا لو انت حطيت المعايير دي من الاول وحتى التزمت بيها يبقى المياس ده من حق اقول لك لو سمحت وقتك انتهى لو سمحت وقتك انتهى انا بس ايه هنخلص صار 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 في مرحله من التطور انه فعلا نحسن نوصل هذا الامر ونطبقه ولازم نفكر بهذا الموضوع بالنسبه لازم للشباب اللي كانوا هن اصحاب الدعوه اليوم انه يتابعوا هذا الموضوع مع الجميع على الاجتماع بلاحظكم انا خلينا نطلع عشان انا ماليش لا نخوه ولا جمل في الموضوع او النفر النهارده يوم خميس يعني في الشهر يا جدع يوم 25 مثلا اغسطس تحب اعمله الصبح الظهر العصر راح تحب الاجتماع يوم اثنين في احد الشباب اقترح استضيفكم او اجتماع لو وافقتوا قولوا اه ما وافقتوش ما فيش حاجه قولوا لا انا عايز اجتماع في حته ثانيه مش مشكله طيب ما في مشكله 25 اتفقنا على 25 ها خميس بيكون 25 او 24 خلاص اتفقتوا على كده حضرتك دلوقتي السكرتير لغايه ما يعينوا حد اتفقنا في المكان الساعة 5 الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 هو ما تخليهاش تطول ما تخليهاش تطول اوعى تخليها ساعتين ثلاثة لا وقفوها يعني ساعة لساعتين بالكتير قوي عشان كل واحد يجي ما يضيعش وقت فيه بحيث انه عارف هيبدأ الساعة 4 وتبدأ الساعة 4 وتنتهي الساعة 5 هتبدأ الساعة 4 وتنتهي الساعة 6 اخونا اقترح حتى يقول انك معي هنا يوم 25 الساعة 3 مثلا هو ده بعد الدوام الساعة 3 ولا ايه؟ لا الساعة 5 بتبدأ الدوام مش مشكلة الساعة 3 الساعة 4 الساعة 4 طب هل اتفقتوا على تقابلوا هنا؟ تمام خلاص؟ يبقى يوم الخميس 25 الساعة 4 هنا وفي تذكير راح يجي للايميلات من الشباب عندكم كل ايميلات؟ دايما أول اجتماع أول اجتماع حطوا المعايير اللي أنتم بسيبوكم المشاريع حطوا معايير اللقاء بس هو ليه ما عدناه احنا أول كده 25؟ ليه ما نعمله سبعة هنا ممكن يوم 18 الساعة 4 هنا جيت عندك كيف هنا عيب في الاجتماع سبعة الساعة 6 طيب حاجة ثانية أنا بقى خلصت بقى قبل دلوقتي أنا مش حاطط حاجة لأن أنت بعد ساعتين قبلنا كم ساعة عدت 3 ساعات بعد 3 ساعات كده يعني ليس من الحكمة إن نفتح موضوع النقاش ده أكيد فعم بقول الاجتماع ده فقط هنحدد فيه معايير الاجتماع وماذا نريد من الاجتماع ونتفق عليها ونعملها زي مساق الجلسة كل واحد فيكم ممكن يحط اقتراحاته ويبعتها للأخ لغايه ان هم تتفقوا هل انتوا هتجيبوا واحد ييسر الجلسه دي تدفعوا له اجر كل شهر الاجتماعين دول ولا واحد فيكم يتفقوا انه ييسر الجلسه؟ لو بتقولوا لي انا شخصيا انا اقول لكم عينوا واحد وادفعوا له الاجر ده عشان ايه الامور الشبهات دي الحاجات دي تروح مننا كلها لكن الامر ايه يرجع لكم ان شاء الله بالك؟ ان
أنا من نهاية ممكن نقترح إنه الحضور يكون على مستوى الإدارة العليا عشان كل الحاجات اللي هتحطها أنت الأسبوع الأسبوع كأول يعني أخبروا طبعا الإدارة العليا عندكم هم عندي يجوا عندنا سهل يعني ممكن يكون نقطة أفضلية هاي إلزامية يفضل وممكن يخول لك أنت ويديك صلاحية يعني على الأقل صاحب قرار أو صلاحية يمكن يخولك أنت زي ما أنا من نهاية هذا اللقاء بتشكركم جميعا وبتشكر الدكتور هاني البنا الحقيقة بتمنى أنه كان فعلا في